للمزيد ينضم إلينا من جدة مراسلنا حمد المحمود، ونطلع معك أكثر على آخر المستجدات حمد، حيث طبعا كما ذكرنا عودة سوريا إلى الجامعة العربية على طاولة هذا الاجتماع، ولكن ماذا في التفاصيل أو ما المتوقع؟ نعم ميشيلا، يعني إن صح التعبير نستطيع أن نقول بأن الاجتماع اليوم الذي من المزمع عقده مساء هنا في مدينة جدة بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى وزراء خارجية كل من العراق والأردن ومصر، لتقريب وجهات النظر وتسوية كافة ربما الخلافات التي تستدعي لعودة سوريا إلى محيطها العربي وحضورها لمقعدها في جامعة الدول العربية، لا سيما بأنه اجتماع للقمة العربية سيعقد في السعودية بعد 5 أسابيع من الآن، بالتالي تحرص رئيسة هذه الدورة ورئيسة مستضيفة هذه القمة المملكة العربية السعودية لتسوية جميع الخلافات وأيضا تقريب وجهات النظر، إذا ما علمنا بأنه ليست كافة الدول العربية وافقت على انضماء أو عودة سوريا إلى مقعدها في القمة العربية بعد تعليقها بعد أكثر من 11 عام، بالتالي هذا الاجتماع اليوم من المنتظر أن يقرب وجهات النظر، لا سيما بأن هناك دولة أو دولتين من دول مجلس التعاون الخليجية لم تعطي الموافقة حتى الآن بعودة سوريا، وتعلق بذلك بأنه الأسباب التي دعت لتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية ما زالت قائمة، فهي ترى هاتين الدولتين بالإضافة إلى بقية الدول العربية بأنه بعدم عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية في هذه الأيام، بالتالي هذا الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد اليوم هو امتداد لسلسلة من اللقاءات كانت بين الجانب السوري وبعض الدول الخليجية والعربية لوصول لحل تسوية الأزمة السورية التي امتدت لأكثر من 11 عام، بالتالي قبل يومين كان هنا في مدينة جدة لقاء لوزير الخارجية السوري فيصل مقداد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل الفرحان، تم بحث كافة الأمور المتعلقة بتسوية وحلحلة ملف الأزمة السورية وعودتها إلى محيطها العربي، وبالتالي وضع كافة الأمور أمام في ملفاتها أمام طاولة وزراء خارجية الذين سيجتمعون اليوم مساء في هنا في مدينة جدة لبحث كافة ربما الأمور المتعلقة بعودة سوريا، إضافة لبعض الملفات الجانبية الأخرى. نعم تمام، شكرا لك حمد المحمود مراسلنا من جدة.